في المحيط. محسن محسن انا ما كنتسمعش كتسمعش انا مش 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 مرحبا بكم مشاهدي متابعي قناة شوف تيفي قناة الشعب قناة الصوت لما لا صوت. اليوم كنت واجدوا بدوار البلاد لليوم مع ام محسن. ام محسن الشاب يعني اللي راح ضحية جريمة قتل ديال ثلاثة الاشخاص اللي تقبضوا في ديك يعني الليلة، وباقي يعني تفاصيل ديال القضية باقي اللغز ديالها باقي ما تحلش. كيفاش محسن تمشى تما وكيفاش تعرفوه دوك العصابة اللي غادي نقولوا بحال تكوين عصابة اجرامية، كيفاش تعرفوه عرفوا انه تما في ديك البلاصة بالضبط، وشنا هما يعني المشاكل اللي كانوا مع الام ديال محسن. الام ديال محسن اللي غادي تعاود لينا يعني شنو طرا وشنو وقع ديك الليل. سلام اخويا. سلام. انا ماما محسن، ولدي مرضي ومهدي، ولدي اصحابو يعاودوا لك، ولدي اخويا جا عندي هذاك القتال جا كيسول على الدار وراه دري صغير جا عندي وقال لي واش محسن كاين في الدار، قلت ليه اش بغيتي، قال لي باغيه، قلت لي انا، قلت لي ما كاينش، قلت لي شنو بغيتي، قال لي باغيه. صافي بقى كيمشي وكيجي على الدار المجرم، هاز جنوية 22 وهاز فيزا، هو الدري غايقول لك فاش شافو. صافي لقيت فاش مشى محسن جا هبطت انا ولدي الجديدة، خاد واحد الكيطمة جديدة، كيفاش تشدو هاد منير القتال، كيفاش تشدو، كيفاش تمشى ولدي حدا مرجان. صافي يعني اخر لقاء كان عندك مع محسن؟ اخر لقاء هو قال لي محسن، قال لي ماما باغي نمشي نشري تليفون ونشري كيطمة، وانا عندي دليل قوي بالله انا ولدي مشيت عند المحامي مع الستة، خدت الفلوس من عند المحامي وعطيت لولدي باش مشى شرا الحوايج، خليت وحدة القهوة غيتعشى، شكون اللي صيفطو وشكون اللي جا دام حدا القهوة دال المجرمين ما نعرف. وانا دابا كنطالبك الحموشي، والحموشي خذ حق ولدي. والهيئة طلبوا انه ولدو انه وخويا جا عندي جاري واحد الدري سميتو فؤاد، هو اللي داني على الموطور. لقيت فاش غادا من عند الله سبحانه وتعالى وانا نشوف هذاك القتال، القتال منير لانا عاد عرفت سميتو، لقيته في الرومبا قابطين عليه، وانا نقول للدري حطني، فاش حطني قلت لي التالي مشيتي عندي للدار تهجمتي عليا وعلى ولادي. صافي هو يقول لي هو ينقص خو الصغير هذا اللي مشدود معاه، قال لي الا ما ماتش غنلحق نقتلو في السبيطار. وانا كنطلب من جلالة الملك وكنطلب من سيد الحموشي، والحموشي شوف من حال ولدي، والهيئة شوفوا من صحاب ولدي، وشوفوا من ولدي راه تشدوا. انا فاش مشيت قبيله عند البوليس مشدودين هذوك الجوج هذوك المجرمين، والثالث باقي ولكن انا بغيت نعرف ولدي شكون اللي دالي واحد مرجان. شدوا وعاودوا سلقوا. انا الشرطه كدير في خدمتها ولكن انا كنطلب من سيد الحموشي والهيئه وخذوا حق ولدي، راه حرموني هو الوليد اللي عدي، هو اللي عدي وليدي كبير. انا كنطلب منكم وكنطلب من جلالة الملك وكنطلب من الهيئه والحموشي واعطيني حقي. ما بقيتش شفتو اخر لحظه، شفتو مع ديك الستة تفارقت انا ويا حدا الحانوت، حدا واحد الحانوت ديال الحاج هنا يقولوا لي لا من مورا انه كان في لامور في المسجد. اخر شفتو ولدي، شفت ولدي في لامو من تما تسامحت مع وليدي. ضربه في الراس وضربه في الكلوق وضربه في الجهاز التناسلي. وليدي ضربو خوا دمو كامل، ووليدي راه عاد 17 عام اشفاك ما يتنسى. والحموشي وراه ما بغيتش الحكم اخويا، واسيد الحموشي راني بغيتهم الاعدام، وراني بغيت الاعدام، وراه ما بغيتش يعطيهم 30 عام وما بغيتش يعطيهم 40 عام، وراه هي هما جوج خوت جاو قتلوا ولدي، وراه ثلاثه ضالين كيمشيو كيجيو على ولدي. وولدي راه سولوا عليه قبل ما يقتلوك كان كيجي عند الدار يسول عليه. جاء النهار اللي غايجي فيه ما عمرني شفته، والنهار اللي جا فيه النهار اللي قتلوا فيه. النهار اللي شفته جا هو قبل منه يمكن جا قبل، وكيقول لي ام حسين ها هو اسامه كاين جاي هاز في زياق وهاز جنويه 22. كيقول لي ام حسين قلت له اش بغيتي ام حسين، قال لي ام حسين بغينا ناخذ من عنده موطور، قلت له ام حسين ما عنده حتى شي موطور.
قلت لي محسن ما عندوش شي موطور، باغي يعرف محسن فين. وقلت لي سير اولدي نهاك الله، سير ما تجيش محسن، ما كاينش باش ما يبقاش شي فيجار ولا شي حاجه بيناتهم ويضاربوا. ولكن هو ما كيحشمش، بقى غادي. وعاود جا عند بواه، انا ما حاضرش. جاو ثلاثه الاخ، هو هي وشخص واحد اخر. وقال لهم بواه سيروا، انا راه محسن راه ما كاينش، سيروا لا عندكم شي حاجه معاه سير، ما تبقاش جنب الدار، سير سول على محسن فين، ما كاينش في الدار. كيف محيا رجال الامن جماعه خاطر ما يعرفوا كيفاش محسن انه مشى حدا مرجان وعرفوه هما يعني في ديك البلاصه بالضبط. هذاك الشيء اللي كنطلب اخويا، هذاك الشيء اللي كنطلب، انا باغا حق ولدي. كيفاش تطلع عندهم حدا مرجان؟ كيفاش عرفوا؟ كيفاش تمشى ولدي اصلا ما عندوش الهاتف؟ تليفون ولدي مهرس، هو عندي في الدار، عندي دلائل قوي، ولدي حتى تليفونه مهرس. يعني هذا اللي دا عندهم ولا كيفاش وصلهم؟ انا كنطلب من الشرطه دير خدمتها، والحمد لله الشرطه كدير في خدمتها، والحمد لله عادنا السلطه وعادنا المخزن. الله يجازيهم بخير. كل ما كانت السلطه راه ما يلقطوهمش في نفس في نفس النهار في نفس الجريمه يلقطوهم. ولكن انا دابا كنطلب حق ولدي، ويا ربي يا ربي تاخذ حقي منهم يا ربي تاخذ. هما خايفين ديك المده التجنيه، ولكن ديك الكليه ديال ديك المحكمه مازال. لا انا ما باغاش لهم، ما باغاش لهم يحكموا عليهم باعوام. انا كنطلب من سيد الحموشي كما عطيتي لهشام حقه لي في كازا البوليسي، تعطي حقه ولدي الحموشي. يا ربي يا ربي اعطيه حقه كما عطيتي لهذوك الاعدام، اعطي لهذو الاعدام. يا ربي راه دري راه شاب وزوين وسول عليه. يا ربي نتمنى من الحموشي والهيئه والشرطه والدارك الماليه كي اللي حنا يا ربي يا ربي تعطي حق ولدي. وانا كنطلبك يا سيد الحموشي، وانا كنطلبك، انا باغا الاعدام، ما باغاش الحكم، انا باغا الاعدام. راه تهجم، راه كان باغي يقتل لي ولادي كلشي، راه مجرم هاد منير، راه عطاوني بخبار ويلا خارج من السجن. الحموشي والحموشي راه عنده سوابق الحموشي، راه يلا مقطع الواحد صباح. والحموشي والحموشي شعبك كيموت، والحموشي شعبك كيموت. هو ولدي راه مشى شاب وزوين، وانا نطلبك وقف معايا، انا مزاوقفك وفي وليداتك. تبارك الله الكم الهائل من الاصدقاء ديال المحسن اللي جا. الاصدقاء ديال المحسن شحال غنقول لك؟ غنقول لك 200، غنقول لك 300، غنقول لك الافات. انا اش غنقول لك؟ ولدي كان من فراق الكره، ولدي كيحب الشعب وكيحب الكره وكيحب الكره ولدي، ورزاني فيه الله ياخذ فيهم الحق. يعني انت من اصدقاء ديال المحسن؟ اي اخويا. هذا المحسن اللي سمعت هذا المول فجاه اللي طرا فيه اخويا. انا صراحه والله تصدمت اخويا، راه ملي خرجت مسكينه في الليل كتغوص، راه حنا كاملين تصدمنا، نادله كامله مسكينه تصدمات. وصراحه الدراري كاملين كيشهدوا انه كان درويش ومرضي مع امي. علاش لك هاد الجريمه اللي وقعت المحسن ان فيها واحد الالغاز اللي باغي خاصهم يتحلوا؟ اخويا حنا ما فهمناش هذيك البلاصه ومش عارفوا. وهذا اللي داه خاصو يتعاقب. حيت حشومه استدراج واحد الدري صغير وباقي مشكله، يلا عنده 19 عام، قد خوتي صغار ومشكله. كان كيقرا مع خوتي صغار وكنعرفوا انا، وواحد النهار انا هضرت معاه. يعني شنقول لك؟ الدري كيحشم ماشي حتى شي واحد اللي كيبقى يخرج في عينيه، ولا شي واحد اللي خارج طريق. واش تقول هذا؟ بان لي انا الدري درويش. وشنقول لك؟ هاد المجرمين اللي تعداوا عليه الله ياخذ فيهم الحق. كنطلبوا من الهيئه السلطه وداك الشيء يتدخل في هاد الشيء مزيان، وتعطي الام الحق ديالها. كاين هاد الوليد مسكين راه ضاع، وضاع علينا كاملين، حنا راه عزيز علينا هنا في النادله، والدراري كاملين راه دو معاهم غتسولهم عليهم، غيقول لك الدراري في شكل راه عزيز علينا. هادشي اللي كاين با حمزه. محسن اخويا راه بزاف ما متشيقينش، ولا ما متشيقين هاد الاخبار اللي عرفنا. بغينا الحق حنايا، بغينا ناخذوا له حقه. ضعنا في خونا بزاف بزاف والله. ومصيق مشايقين في الله، ما مشايقين بالليل محسن توفى. كنطلبوا الحق اخويا، هذه اللي داه، هذه اللي داه حتى المرجان. بغينا نطلبوا الحق، بغينا نعرفوا شكون حنا، بغينا نعرفوا شكون، بغينا الحق ديال وهم عارفين انهم تما يعني بين استدراج، بين استدراج، بين مسوقر، بين مسوقر، واحد مسوقرو، هذا اللي مسوقرو بغينا نعرفوا حتى حنا. حنا بغينا الحق اخويا، بغينا والو، بغينا الحق. انا الحق ديال خونا محسن غيبقى فينا بزاف والله. اشكوينا من الجيش والله، انا ما كنعسوش والو. تبارك الله. شفت شحال اخويا راه بزاف والله اخويا، والله والله ما كنعسو بالله اخويا، والله ما كنعسو اخويا بالله، والله بزاف. انا دوا محسن
يعني مش شي واحد يعني نقولوا احنا شي واحد اللي شفناه ولا شي واحد اللي لا تا محسن واحد المقطع هو محسن وكيحتام كبير وصغير كيحتام كبير وصغير صغير كيحتام كبير وصغير بزاف والله بغينا الحق اخويا بغينا والو حنا بغينا الحق وناخذ الحق كلشي اللي عندنا اخويا اخذ السلام عليكم هنا ما كنطالبوا والو كنطالبوا باليد هاد الاشخاص اللي داو هاد الدري نعرفوا شكون داه وكيفاش تداوه وكيفاش تدرسوا لي هاد الخطه وبغينا الحق ديال محسن هو الدراري كاملين ولاد الدرب كاملين كيعرفوا محسن واكيد حك هذاك السيد واي واحد كيحشار وقلبه بيد مع اي واحد اي واحد يعاود لك هادشي اللي طرا في هاد الجريمه غتقول انه مستدرج مستدرجين فهمتي مستدرجين ماشي شي غادي هذاك الشيء جا على الصدفه هذاك مستدرج تم سمعنا اللي قالت لي الام ديالو يعني هذاك جاي يسول هنايا في الدرب يعني غيكون هاد الشيء اللي كاين هاد الشيء اللي بغينا الحق اخونا حنا بغينا حقنا وصافي دعنا في خونا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اش نقول لك الاخ كريم يعني الدري ملي شفت انا الاصدقاء ديالو جاو ديال دوس كالاس والانطرا ديال جديده كامله نعم صافي شبعت يعني بينه وعرفت الدري راه دري طيب ودري زوين جاكون غير بلي تقول اودي هذا الولد راه كيتلاقى مع الشماك هيئه تاخذ الحق ديال الدري هذا اش نقول لك مو مسكينه غادا تلاشى غاتلاشى باش يعني عند دري عنده 18 عام غادي في 19 سنه ويجو جوج ولا ثلاثه يديروا لي خطه جهنميه واحد يقول لي تعالى فين دا حنا بغينا البوليس ياخذوا الاجراءات من البدايه كيفاش تقتل شكون جا ليه شكون ياخذوا الاجراءات في التليفون المخابرات وتاخذوا الاجراءات وتاخذ السيد حقه ما بغينا شي حاجه واخا يحكموا عليه ب 50 عام ولا 60 عام غيخرج ولكن هذاك الدري ضاع لمو يعني ضربت عليه تماره حملت به وركبات وكبرات وتا ولا راجل ويجي واحد يخشي فيه جنوي راه سي با غاف راه ماشي مشكله راه عيب هادشي الشيء راه ما خصوش يكون عندنا حنا في هاد الجهه هادي حنا بغينا حقنا بغينا حقنا بغينا حقنا بغينا حقنا يتخاد علاش هاد الولد تيتقتل سمعت ما بغيناش لي 20 عام ولا خاصو يتعدم اقصى العقوبه اقصى العقوبه ويعني راه باش هاد الوالدين تبرد لهم الخاطر شويه ويعني انا مشيت هادوك الدراري جاو ديال الجديده كاملين تيران كامل انا شفتو انا ما عمري شفت شي جنازه بحال هاد الجنازه اللي شفت قبيله كلشي كيقول لك هاد السيد زوين هاد السيد ظريف هاد السيد خالو ويجي واحد يخشي فيه موس راه عيب راه ما خصش يكون عندنا شي في الاسلام كاع راه حرام جيت الله السلام عليكم خويا باش عرف الدري راه زوين راه كلشي كيحشارم غير هاد الناس كاملين اللي كاين هنا يبينوا لك راه كاين بزاف ديال الناس راه الشارع عمرني شفت شو انا راه جديده كامله جات عندو جديده كامله صغير كبير كلشي جا عندو دري زوين دري مخلق الله يعمرها دار امو مسكينه تشواش فيه راه حشومه حشومه الشيء اللي داروا لي واخا يكون ما عرفش اش داير معاهم باش تاك خاطر شو الدري عنده 17 عام راه لا يمكن ما دير شي حاجه اللي ما كاين حتى شي سبب والو تخش الدري بنادم راه ما عرفش شنو كيدير وكيدوز الحبس وما عرفش شنو ما كيوصلش للدرجه اللي وصلنا لها كاين المخزن الا دار مثلا دار لك شي حاجه كاين المخزن كاين القانون في البلاد ماشي تشدي وتقول لي شي في جنوي 17 عام راه لا يمكن هادشي راه عمرنا شفناه واي واحد شو شحال ديال الناس تبارك الله يعني الدري زوين مخلق ولد دار دريويش الله يعمرها دار وصلت الحاله بغينا الله ياخذ فيهم الحق وبغينا اقصى العقوبات لهاد الناس اللي داروا لي هادشي الشراء راه حشوم وعيب وعار انا كنت منى لهم الاعدام كنت منى لهم اخويا الاعدام اعطيني عبد الوهاب صوره ولدي اعطيني صوره ولدي انا كنت منى لهم الاعدام شوف انا كنت منى لهم الاعدام كنت منى لهم الاعدام شوفوا ولدي الشعب شوفوا ولدي الحموشي انا بغيتك تاخذ لي حق هذا الشاب انا بغيتك تاخذ لي حق هذا الشاب ورا شعبك انا بغيت ربي تاخذ لي حق ولدي انا بغيت ربي تاخذ لي حق هذا الشاب والحموش راك تاخذ الحقوق والحموش انا راه ادري ويشو ما في حاليش وخذ لي اخويا حق ولدي خذ لي اخويا حق ولدي وولدي راه يدور يقول لهم وكيقول لهم راه كاس العالم ولا مع كاس افريقيا باغي تنظم وخاص جديده تنقى
وشوف شوف شوف اش كيديروا في الدنيا، شوف كي كيوسخوا في الشعب، شوف كي كيقتلوا في الشعب. والحموشي والحموشي راه ولدي شهوني فيه، وانا بغيت ربي وانا بغيت ربي وانت تاخذ لي حق وليدي. انا كنطالبك اسيد الحموشي، وانا كنطالبك وكنطلب الهيئه وكنطلب من جلاله الملك يشوفني ويجي القرار من عنده. يا ربي يا ربي خذ حق ولدي، راني ما باغاش الحكم. كما طلبتك هذيك الام امه هشام، امه الشرطي هشام، حتى انا بغيت نطالبك في هذا النهار. حتى انا بغيت الحكم ما يكونش الحكم، بغيت اعدام. طلباتك وحققتي لها الامنيه ديالها، حتى انا بغيت نطالبك الحموش، حتى انا بغيت نطالبك تشوفني وحن فيا. راه وليدي هو اللي عدي وبقى ما شفت فيه حتى شي حاجه. وليدي ضريف ومربي كيموت على الكوره. وخذ لي حق، خذ لي حق اسيد الحموش. انا مزاوقه فك، والله يحفظ لك وليداتك ويخليك لينا يا ربي. وانا راه كنطلب الاعدام الحموشي، راه كنطلب اسيد الحموشي، كنطلب الاعدام وكنطلب الاعدام اسيد الحموشي. راني ما بقاش عندي الجهد. انا كنطلب من الشرطه والدرك الملكي ديال سيدي بوزيد حتى هما يبقاو يجيو يبحثوا هنا في المنادله، يشوفوا شكون اللي داو ولدي حدا مرجان. حنت ولدي انا ما عندوش تليفون، ها هو عندي الدليل بلا التليفون مهرس وكاين في الدار، ونعطيهم نمرتو. تليفون ولدي مهرس ما كاينش، كيفاش توصل لعد مرجان؟ بغيت نعرف كيفاش وصل. هذا هو السؤال اللي محيرني. كيفاش هو نديرو حنا مشى انه بغى يلعب كره؟ حتى هو مشى كيفاش عرفوا هما؟ كيفاش عرفوا تمايا؟ يعني بدون شي تليفون ما نعرف. اذا اللي عاطي شي تليفون ولا هذا اللي دار خطه مدروسه. وكنطلب الشرطه العلميه دير خدمتها. وكنشكركم كاملين، كنشكر الدرك الملكي وكنشكر الشرطه العلميه اللي داروا خدمتهم وتبعوا تشدوا المجرمين في الرومبا ديال الحليب. وانا قبل ما نوصل ولدي ونعرفو مات، تعرفت على المجرم اللي جا عندي للدار. وكنتمناك اسيد الحموش تعدميه، هو والاخ ديالو. حنت الاخ ديالو فاش وصلت قال لي يا ولدك لما ماتش غنكمل عليه في السبيطار. وانا كنطالبك تاخذ حق ولدي، وكنطالبك تاخذ حق ولدي اسيد الحموش. وشكرا لكم كاملين. خويا حنا بغينا الحق ديال محسن، خويا محسن هادشي اللي بغينا نبقى فينا، بغينا حقنا خويا. زوينه في الدرع خويا، راه ما كيسالش اخويا هادشي اللي داروا لي راه حشومه. صافي صغير بتاع الشباب والله اخويا، بغينا الحق. حنا كنطالبوا من الحق، كنطالبوا من والو، كنطالبوا الحق. راه ثلاث ايام الناس هي كتبكي وكتغوتوا. هادو راه خاصهم الاعدام، هادو راه ما خاصهمش يبقاو حيين. حشومه يضحوا يشدوا ولاد الناس ويقتلوهم. راه اي واحد على حساب غيولي ناض هز موت غيولي يقتل عباد الله. الله يرحمنا والدينا اللي وقع اليوم محسن، اي واحد غيوقع عليه باش غتولي السيبال في البلاد. المخزن راه كاين، وعاش سيدنا وعاش المخزن. هادشي اللي وضعنا بخونا بزاف والله اخويا، والله بغينا الحق، بغينا الحق يتخاد. ما بغينا والو، بغينا يتخاد حق خونا محسن. شي الدراري هذو اللي كاملين هنا، كاين اللي باقي ما سادش عيني، اما نمو وجبد وكلشي، كاين اللي باقي ما شافش النعاس. ها بسبب الدري هذا والكارثه اللي وقعت في هذه الدواره، والله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسبب. تخيل معايا اخويا، كاين شي دراري دابا حاليا ما مشيقينش. دابا الليلة مشيتي باتشي معايا لتحت تلقى الدراري مساكن كيدور وكيبكي، كيقول لك انا باغي خويا. كيبان لك انا باغي خويا، خويا ضاع علينا. بقى ما جاش، بقى ما طلعش فوق، ما مستوعبش بنادم، ما مستوعبش الدري باللي مات. بنادم بقى ما مستوعبش هادشي اللي بقى فينا. ارتبط معايا دابا لتحت رجلي برجلي، كتلقى بنادم مسكين ضيع في الدرب كيبكي كيبكي. السولي مالك؟ يقول لك خويا باقي حي. عرفتي علاه؟ حنا ضعنا فيه، جات هادشي راه مشاش عين وحشومه. بغينا الله ياخذ فيهم الحق يا رب. اخويا حمزه عرفتي، تخيل معايا نهار مات الدري مسكين، الا مو خرجت كتغوت غوتات واحد الغوته. الا اخويا اقسم لك بالله، الا الدوار كامل سمع وباه مسكينه تصدم، راه ما عرفها باش ما عرف راسه باش تبلى. تخيل معايا ولدك كتشوفيه مع سالا الماتش ديال الجزائر، كتشوفيه بعينك الدري طار مع شكون داه. اللي كان معنا من الصباح، ما يعني من الصباح حنا كنشوفو، فهمتي؟ من الصباح هو معايا، من الصباح هو كيدور، من الصباح حنا كنشوفو تما، ما حليتش عيني وكيدور معايا. الحطاج كان متولي، ما عندوش السمعة كامل، انما جا كان وادك الدري زوين، وادك ما عرفتش كيفاش طرا عليه. الدري مسكين، الدري راه باقي صغير، يلاه عنده 19 عام، راه حشومه صاحبي، راه حشومه. ما كملهاش، باقي ما كملهاش كاع. يلاه دخل في 14 كيلا بليا الاول، وبليا والو زعما كيلا بليا الاول. الدري طالع زوين وضعنا فيه والله. بغينا الحق والله، بغينا الحق حنا يتخاد. وصافي بغينا والو، بغينا حقنا. الشرطه تاخذ لنا حقنا وحق الله.
شكرا اخويا. المشاهدين الكرام مشاهدي قناه شوف تيفي، كنتمنى يتخذ الحق ديال الشاب محسن في اقرب وقت ممكن، يعني كما كتشوفوا الام يعني كطالب بالاعدام لهاد الناس هادو، وكنتمنى يعني في اطار تتبع هاد القضيه هادي في اقرب وقت ممكن، يعني هادو هما الاصدقاء ديال المحسن يعني اللي كتشوفوا امامكم، وكانت معنا الام ديالو يعني في حوار خاص، يعني هذه الام ديالو اللي كنتمنى يعني اخذ الحق ديال هاد الشاب هذا. الشاب هذا ضاعت حياته لسبب الاعدام اخويا، كنتمنى الاعدام اخويا، راني ما باغاش الحكم اخويا، كنتمنى لي الاعدام مجريم، كنتمنى لهاد منير اخوه الاعدام، وكنتمنى لكم الاعدام، حيت نهايتك وقلت لك سير وليدي، انت جاي كتهجم لي على ولادي صغار، راه حشومه نزيد دري صغير يقول فاش سمعوا شنو قال، ولكن حشومه غنبين انا ولدي صغير، كنتمنى لهم الاعدام اخويا، كنتمنى لهم الاعدام، ولدي راه سول اي واحد صغير يبكي عليه، والكبير يبكي عليه، كلشي كيبكي على ولدي. ولدي انا مرضي ومهدي، ولدي مرضي ومهدي، ولدي انا الحب ديالو هو الكره، كنتمنى وباغا الجديده تنقق، وكنتمنى ولدي ياخذوا ليه توقف معاه، توقفوا مع الفرقات تاع الكره، ونتمنى يوقف مع سيد الحموشي، حنت ولدي كيموت على الكره، راه دابا طلعوا عدوا صحاب الكره، كلشي كلشي عارفينو، ها هو الاب ديالو اللي بغيتو تهضروا معاه تا هو يدير ليكم. فاهم سلام يعني انت الاب ديالو. ونسولك واحد السؤال، اول حاجه قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال جريمه القلب ديال محسن، كيفاش كان معك محسن؟ علاقتك بمحسن كيفاش كانت؟ محسن كانت علاقته مع بحال اي اب مع ولد ديالو بزاف، انا كاع ولدي كنت ماشي على ولدي صاحبي، ولدي ما غاديش نوصف لك داك الشيء اللي بيني وبينه انا ولدي شي حاجه كبيره، كما نقولوا حنا بواحد المعنى ديال مفشش ديال البوان، مفشش ديال يعني ما خاصه حتى حاجه بخير، حتى شي حاجه ما خاصه ما عرفتش انا هاد الناس اش بغاو من عندي. واحد السؤال، يعني هاد الخلاف هو اللي طاري لي مع هاد الناس اللي قتلوه، واش حسب ما قالت لنا الام انهم جاو حتى للدار وكيسولوا عليه هنايا؟ جاو حتى للدار وكيسولوه، جاو عندي المره الاولى قلت لهم ما كاينش هنا، وهو كان في الدار، علاش باش ما قلت لهم ما كاينش، كذبت عليهم بينما باش ما ياديوش. ولكن ما عرفتيش في الاول كان عندهم شي خلاف مع لا ما عرفتش والو، حتى الغد لي جا عندي قال لي انا شي موطور ما فهمت والو، انا مع ولدي ما كيعرفهمش، قال لك الدراري كاع صحابو قال لك في الدار في داره في يومين فاش عرفوهم هاد الناس، واش مكريين عليه؟ ما فهمتش والو، انا بغيت نعرف ثاني بغيت نعرف عاود ثاني، بغيت نعرف حاجه وحده غير هذاك اللي استدرجوه داه، وكيقولوا لي الناس في القهوه راه كاينه كيقولوا لي الناس في القهوه لتحت ومول القهوه، ولده رجل الامن كيقول لي احنا نشاهدوا، قال لي راه كنشوفوا، قال لي جر ولدك صح داه جروه، كيقول لي تسناوني عاد مرجان احنا جايين، بغيت نعرف هذا السيد اش بغى من عاد ولدي، هذا بغيت نعرف هذا السيد اش بغى من عاد ولدي، اشنو داير ليه وشنو ما عرفتش. كاينين الكاميرات تما، كاينين الكاميرات، قال لنا هذاك السيد بوات مول القهوه بوات هذاك رجل الامن، بغيتو الكاميرات قال لنا بغيتو الكاميرات فيديو مرحبا ها هو كاين، قال لك انا نمشي نشهد، راجل حاج وكبير قال لك انا نمشي نشهد، وولدي قال لك فيه 12 شاهد حتى هو يشهد، هو هذا الشيء اللي كاين، بغيت نعرف انا بغيت اش داير ليهم هذا ولدي، شنو ضربوه كاع هرسوهم ونسمح ليكم لهرسوهم، مشي انا نخسر عليه ونسمح ليكم حتى القتيله ما نتقبلهاش. انا كنعرف ان محسن بحجم معرفه من غير يعني انا اللي كان محسن راه دابا انا كنعرف المعرفه ديال الدري، انا مش شي شاب اللي كيتخاصم ولا شي واحد اللي كيجبد الصراعات، انا محسن شوف انا محسن ما كيتعدى حتى على شي واحد، الناس كلشي اللي كيقول لك كيسلم عليهم هو حاضر راسه ما يهش راسه في شي واحد، وانا قولة اخلاص راه شوف انا غير شفت الناس انا جالس كتبان لي 60 واحد ولا 70 واحد جايه جاو كلشي عزوني، قلت لهم ولدي انا ما عرفتكمش، قال لي احنا صحاب محسن من جديده طلعنا نعز، قلت لهم ادخلوا، قال لي لا عمي جينا نعزوك في محسن ونمشي، انا بغيت نعرف ولدي علاش داروا لي هذيك الحاله، غدروه علاش سيغدروا لي ولدي، بغيت ناخذ حقي، بغيتهم ياخذوا لي حقي في ولدي، ياخذوا لي حقي، بغيتهم ياخذوا لي حق ولدي، انا كنتمنى من السلطات تاخذ لي حق ولدي وتعطيهم اقصى العقوبات
انا راه تمنيتش لهم انا 10 سنين ولا 20 عام، انا تمنيت لهم الاعدام. تمنيتش لهم 20 عام 30، تمنيت لهم الاعدام. وسميتو شنو نقول لك واحد النقطة، هو اللي كيتهجم على الدار وكيقول لك فاش شداتو الشرطة العلمية منير القتال وخو ابراهيم، كيقول لك الانفجار ديالنا بسبب المبلغ ديال 4000 درهم باش باغي نشريو موطور. واش التحول يا منير القتال؟ كاين شي واحد تعطي 80000 بلا ما يعطيك الموطور؟ وتا ولدي راه ما يحتاجكش، تا ولدي راه كنجبد ليها بالربعين بالخمسين، تا ولدي انا راه دايره لي طونوبيل ما غيحتاجش موطور، تا ولدي راه برعاه، تا غتجي له ولدي عاطيه مبلغ ديال 4000 درهم، تجي تقول لي على 4000 درهم درناك حنا قلنا عاطيه، ولكن هو راه باين ولد الخير وبين ولدي نقي وزين عليك، انت ماشي بحالك القتال، راك يلاه مقطع اصلا على ولدك شي دري مقطع عليه صباعه على بسبب الكريساج. وكنتمنى الشرطه العلميه وكنتمنى السلطات وكنتمنى الهيئه والسي الحموشي خذوا لي حق ولدي، خذوا لي حق ولدي، والسي الحموشي والله حتى تيقف غادي توقف معايا، والله حتى تيقف كالسي الحموشي غاتوقف معايا. حنت شفت ام بكات مات هشام في كازا وبكات وطلبات كاسيد الحموشي وخدتي لها حقها، حتى انا تمنيت كاسيد الحموشي غتاخذ لي حقي، والله يجعل ربي تاخذ لي حقي من هاد المجرمين. وبغيت اقصى العقوبه وبغيت الاعدام، راه ما بغيتش 30 عام و40 عام. السلام عليكم الاخوان، كنظن نقول لكم واحد الكلمه باللي الدري حنا ضعنا فيه، وهذه الخوادريه ديالي ضعنا فيه لواحد الدرجه ما غاديش نعبروا لكم حنا كيفاش كنا كنحسوا بمحسن. كان ولدنا وخونا وصديق ديالنا في كل شيء. محسن درويش، محسن ماشي شي واحد اللي قبيح ولا شي واحد كيتعدى على شي واحد، محسن غدروه. محسن الا تسالوا شي حاجه يجيو حنا نعطوها لهم. ما تجيش وتقتلوا. محسن ضحيه. محسن ماشي الناس اللي جاوا داو من هنا واللي تكرفصوا عليه. وانا كنطالب بالسلطات المحليه اللي دارت المجهود ديالها الحمد لله، اللي دخلوا السلطات لقطوهم تقريبا ما بين 10 دقائق شدوهم، وما دابا كاينين ثلاثه وباقيين اللي داو محسن حتى لعدهم باقيين حتى بغيت يشدوا ان شاء الله. وحنا كنطالبوا من السلطات راه داروا الخدمه ديالهم ومازال باقيين غيديروا المجهودات ديالهم، والحق ديال محسن غيتخاد ان شاء الله وغادي يبان، والقضيه غتوصل للراي عام ان شاء الله. وكنطالبوا من السي الحموشي غياخذ واحد النقطه على التجديده هذه اللي راه خيابت بزاف، اللي هي خص ولي الامن ديالها يدير واحد التحركات. اصحاب الفانيد راه هنا راه كثير بزاف، شي المنادله غاده في الخسران، النادله مشات فيها، الشباب ديالها كامل ضاع، كيجيو ناس برانيين كيجيبوا لها الفانيد. خاصو ياخذ واحد النقطه بالنسبه لدارك الملك، خاصهم يديروا التحركات ديالهم بالنسبه يجيو للمنادله يشوفوا واش فيها. يعني هذا اللي قتلوا يلا قال لك يلا خارج من الحبس عنده العوده السريعه، يلا خرج بالسيام، خرج باش يقتل دري ورجع. هو غيمشي يتحكم كاع ب 20 عام، راه ما داروا معاه والو، خاصو اقصى العقوبات. كنطلب من ولي الامن ديال الجديده ياخذ واحد النقطه ويهضر مع النيابه العامه باش ياخذ اقصى العقوبات، وخاصو ما يشوفش السناف، وخاصو حتى واحد ما يهضر معاه، خاصو يطلع ديريكت اعدام. كنطالبوا حنا بالاعدام، هذا هو اللي كاين. وكنشكركم شوف تي في، وشكر خاص لكم اخويا، بارك الله فيكم اللي جيتوا وساندتونا، كنشكركم بزاف. وكنطلب من جلاله الملك اللي هو، وكنطلب بواحد النداء لصاحب الجلاله اللي هو عزيز علينا بزاف وخاصو يتلفت للشعب ديالو، راه كيضيع الشعب ديالو، كيضيع الوليدات ديالو، الشباب ديالو، كلشي كيضيع. وكنطلب انا عندي واحد النداء لواحد الصديق ديالي هو بوزعيتر، يشوف لنا واحد التفاته اللي هو صديق ويشوف فينا حنا اللي الدري حنا ضعنا فيه، ويهضر لنا مع صاحب الجلاله باش ياخذ المجرى ديالو. هاد المجرمين اللي هما كاينين ثلاثه والرابع فيهم اللي هو باقي كيدور، كنتمنوا من السلطات تدير الخدمه ديالها ان شاء الله. هذا الله واحد البث مباشر اللي كنتي شفتي نهار اللي يعني وقعت الواقعه، راه شفتو يمكن الام ديالو شرح لنا فيه التفاصيل كاملين. يعني هو الغريب هو ان خاص تلقى القبض على هذا السيد هذا اللي داه من هنايا، اللي داه من هنايا حتى حدا مرجان. يعني اخر كلمه ديالكم انه اخر كلامك، بغيت الاعدام وبغيت هاد كيما قلتي انت، هذا اللي استدرج ليا ولدي يعني راه عنده يد في الجريمه. راه عنده يد في الجريمه، هو الممثل ديال الاول، عنده يد في الجريمه. مادام ديتي ولدي متفق معاهم وعندك يد في الجريمه، حتى هو قاتل واخا ما قتلش، واخا ما ضربش، راه هو المتهم الاول، والمتهم الاول عاد هما الثانيين الثالثين. بغيت اقصى العقوبات. وكنشكر شوف تي في، وكنشكركم الاخوان وليلى. انا
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، كما شفتوا حنا جينا حنا وتبعنا هذا البث المباشر، يعني وباقي غنشوفوا يعني اطراف، يعني اسمح لي وليدي، يعني اطراف ديال الشباب والعيالات ديال هنايا غيقولوا شنو الراي ديالهم في هذه الجريمه هذه اللي وقعات، يعني لانها جريمه غريبه باقي ما تفكش اللغز ديالها، اللي غيتفك ان شاء الله. وكنطلبوا من رئيس الضابطه القضائيه سي مصطفى رمحان انه يتدخل في اسرع وقت ممكن في هذا الملف هذا اللي كنتمنى من قصر العداله انه يتم يعني الملف ديال محسين انه بسرعه ويتلقى القبض على المتهم الثالث ويكون الحكم هو الاعدام كما قالت الام ديالو، لانه باش يكون عبره ومثال لوحدين اخرين. خليكم معاه لا تنسوا اجرام 12. شكون اللي باقي غيقول؟ اجا حنا معاك.